امتى يكون في تو ماتريكس ايكوال؟ ينفع بالعقل كده، ينفع اقول مثلا الماتريكس 1 و2 و3 بتكون ايكوال 1 و2 و3 و4؟ ينفع اقول دي ايكوال؟ يبقى شرط اساسي عشان التو ماتريسيز يكونوا ايكوال، ماشي، لازم يكون لهم سيم اوردر. لازم يكون لهم ايه؟ سيم اوردر. يعني دي كده نوت، دول كده نوت ايكوال. ليه؟ لان الاوردر هنا 1 باي 3 والاوردر هنا 2 باي 2، فدول ما لهمش سيم اوردر، دول ديفرنت اوردر، صح كده؟ دول كده مثلا لو انا جيت قلت مثلا الزي والزيرو والتو والفور والسيفن والفايف ايكوالز نيجاتيف 1 0 اكس بلس 5، وهنا 4 2y minus 3، وهنا 5، دول كده ايكوال ماتريكس؟ اه اكسبتد ان احنا نقول عليهم ايكوال؟ اظن ايوه. ليه اظن؟ عشان 2 3 باي 3، دول 3 باي 3، 2 باي 3، 2 باي 3 وهنا 2 باي 3، صح كده؟ صح، يبقى الاثنين ليهم سيم اوردر، يبقوا دول اكيد ايكوال. هنا بقى بيقول لي ايه؟ فايند الاكس والواي والزد. ها اكيد الزد ايكوال نيجاتيف 1، مش دول ايكوال؟ اوكي، يبقى الزد ايكوال كام؟ نيجاتيف 1. طيب والاكس ايكوال كام؟ الاليمنت اللي فيه اكس اكيد ايكوال كام؟ 2. اكس بلس 5 ايكوالز 2. هنعمل ال 5 تروح هناك بالنيجاتيف. يبقى الاكس ايكوال 2 ماينس 5، يعني الاكس ايكوال كام؟ نيجاتيف 3. نيجاتيف 3. يبقى هنا الاكس ايكوال نيجاتيف 3. ماشي؟ طيب الواي هجيبها من اني؟ هقول 2y ماينس 3 ايكوال كام؟ ايكوال 7. 7. يبقى هنا 2y minus 3 equal كام؟ 7. يعني 2y equals 10 او ال y equals 5. يبقى ال y هنا equals كام؟ 5. ها؟ حد مش فاهم؟ لا انا تمام. وانا كمان. يبقى هنا ال z equal negative 1 وال element اللي فيه x equal 2 وال element اللي فيه y equals 7. فاهم يا جمانة؟ فاهمة. طب مستر، هو ممكن يكونوا ايكوال يعني 2 في 3 هما الاثنين والاليمنتس بتاعتهم مش زي بعض عادي؟ لا مستحيل. لو بصيتي في الاليمنت اللي موجوده هتلاقي هنا 0 وهنا ايه؟ 0. انا قصدي يعني هو ممكن ولا هما لو مش زي بعض يبقى مش ايكوال؟ تقصد ان 2y minus 3 هنا ممكن مثلا يكون في 0 وهنا في رقم تاني؟ لا مستحيل يكونوا ايكوال. اوكي تمام ماشي. هتلاقي هنا في 5 وهنا في 5. تمام. طيب تخيلوا كده ان انا عندي ماتريكس بالشكل ده 2 و 3 و 4 و 1، قلت لكم هاتوا لي 2a. 2a يعني ايه؟ 2a يعني هنعمل ملتبلاي الماتريكس دي باي 2. طب هو ان شاء الله بقى هنعمل اني نمبر باي 2؟ لا ما انا قلت لك دلوقتي هاتي لي اضربي لي الماتريكس دي في 2، هتعملي مين في 2؟ هل هتضربي ال 2 في 2 ولا ال 3 في 2 ولا ال 4 في 2 ولا ال 1 في 2؟ هنضرب كل الاليمنت في 2. مفهومه كده؟ تمام. يبقى عشان نعمل ملتبلاي لنمبر باي ماتريكس يبقى نعمل ملتبلاي لكل الاليمنتس باي ذيس نمبر. اوكي. احنا عايزين دلوقتي يا شباب نجيب الكيوبيك روت للاكس باي واي. هنا بيقول لي لو التو ماتريكس دول ايكوال عايزين نجيب الكيوبيك روت للاكس باي واي. يبقى الماتريكس دي زي ما هي ايه؟ نيجاتيف 2 و 10 ونيجاتيف 20 ونيجاتيف 8 وكام؟ و 16. اضربوا بقى النيجاتيف 2 دي جوه الماتريكس. هتبقى نيجاتيف 2 ملتبلاي نيجاتيف 5 بكام؟
10 بال 10 نيجاتيف 2 ملتبلاي 5x نيجاتيف 10x x نيجاتيف 8 بوزيتيف 4 y اوكي يبقى الترم مين الاليمنت اللي فيه الاكس هو الاليمنت اللي فيه الايه يبقى نيجاتيف 10x ايكوال نيجاتيف كام بوينت يبقى الاكس ايكوال كام نيجاتيف 20 اوفر نيجاتيف 10 اللي هي ايكوال 2 جبنا الاكس عايزين نجيب الواي نجيبها ازاي الواي ب 4 اظن 4y ايكوال كام 16 و 2 هنعمل divided by 4 تبقى equal 16 divided by 4 equal كام؟ equals 4 4 طب هو عايز ايه فوق اصلا؟ هو عايز ال x وال y ولا عايز ايه؟ لا ده بيقول لي انا عايز ال cubic root لل x multiply ال y طب ما انا جبت ال x وال y يبقى اقول له cubic root 2 multiply ال 4 equal cubic root لل 8 وال cubic root لل 8 equal كام؟